صحيح الست غالية هي صاحبة واحد من أشهر برامج الطبخ، وصحيح هي يعني صيتها زاع مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي كله، وصحيح دايما بتقدم لنا أحسن الوصفات. بس المرة اللي فاتت لما جت معانا وهي قاعدة كده على الكرسي ادتنا كام نصيحة مش سهلة تخص الرجال، وهنا بقى احنا لقطنا طرف الخيط ده وقلنا لا ناخد بقى من الست غالية ومن الأمثال الشعبية اللي هي دايما متمرسة فيها وبتعرف تجيبها مظبوط وتطبقها صح، ناخد منها روشتة أو وصفة لقلب الرجل المصري والعربي. ازيك ست غالية؟ ازيك يا ست الكل، اهلا وسهلا بيكي وكل جمهورك الجميل. اخبارك ايه؟ منورانا. ميرسي جدا، شكرا، وانتوا اللي منورين وجمهورك الجميل هو اللي منور. الله يخليكي. احنا طبعا مستنيين تليفوناتكم تشاركونا على نمر تليفوناتنا اللي بتظهر على الشاشه. تقولنا رايكم، احنا النهارده هنقطع في فروه الرجاله بشكل مختلف من زاويه الامثال الشعبيه. ست غالية انت متمرسه تماما في قصه الامثال الشعبيه دي، والموضوع ده عمل لينك لطيف قوي بينك وبين مشاهدينك. انت كنتي قصدها من اول يوم؟ الأمثال الشعبية كانت فكرة من أفكار البرنامج، لأن البرنامج ما كانش طبخ بس، الستات كلها شاطرة وبتعرف تطبخ وهارين الرجالة بانيه ومكرونة وزي الفل. بالظبط كده، أيوه. فكان البرنامج بتاعنا مش طبخ بس، البرنامج كان بصي كان اجتماعي أكتر. كنا عاملين جو اجتماعي لكل الناس، ستات ورجالة، وكنا بندي نصايح وكنا بنحل مشاكل وكنا بنخش كل بيت. فمن هنا بقت الامثال الشعبيه. تمام. يعني الامثال الشعبيه كانت جزء من برنامج الست غاليه. طب قولي لي بقى، هي فعلا الامثال الشعبيه دي بتبقى دايما صحيحه؟ يعني اللي قالوا الامثال دي فعلا كان بيقولوها في الجون زي ما بنقول، انت مؤمنه بيها تماما؟ بصي مش كل الامثال. في امثال شعبيه بتبقى فعلا من الواقع وبنشوفها وبتحصل لنا. وفي حاجات تانية بتبقى سلبيه، بتبقى ايه يعني مش جايه في المظبوط، ممكن انت تعدليها. يعني ممكن تتعدل، ما تاخديهاش قاعده وتمشي عليها. طب انا جبت لك 10 امثال نشوف فيها. 10 بس؟ 10 عن الرجاله. انت لو عندك اكتر قولي لنا. بس ال 10 دول عن الرجاله. ونشوف الرجاله ظالمين ولا مظلومين؟ هناخد رايك وهناخد برضو تليفونات الناس لما يكلمونا ويقولوا لنا رايهم ايه في الامثال دي. ونعرف نحاول نعرف من خلال الامثال هل نعرف ازاي نتعامل مع الراجل. اول طبعا مثل كلنا حافظينه وبنردده زي اسامينا، ايوه، يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربان. الله. انت شايفه ان الرجاله ما ينفعش خالص حد يثق فيهم فعلا؟ لا بالعكس، بالعكس. هقول لك ليه. قولي. الرجاله فئات، فمش كل راجل تقدري تأمني له، مش كل راجل حلو، مش كل راجل وحش، زي الستات بالظبط. الراجل تأمني له امتى وتدي له الامان؟ لما تفهميه. لو ما فهمتهوش عمرك ما تعرفي تأمني له. طب ما انا يمكن اما افهمه اخاف منه برضه. تخافي منه في حاله واحده، لو ما حبيتيهوش. هو الست لو حبت راجل ما بتخافش منه؟ لا، بيبقى هو كل حياتها وبتدي له الامان حتى لو هو وحش، وممكن تعيش معاه 100 سنه على عيوبه لانها مش شايفاها لانها بتحبه. فعلا حقيقه، يعني الحب مرايه الحب عاميه زي ما بيقولوا. مثل تاني اهو. دي فعلا. انت ممكن تعيشي مع بني ادم عمرك كله وهو كله عيوب، بس انت مش شايفه العيوب دي، غيرك شايفها، واما ينبهك ليها ما تبقيش مصدقاها. بس الرجاله كلهم عينهم زايغه. بصي الرجاله عينيها مش زايغه، الراجل دايما بيحب الحاجه الحلوه. والله جميل يحب الجمال. غيري من نفسك، شوفي ايه اللي بيحبه واعمليه. وانا هفضل بقى قاعده، ما هو فريش ذوق بيتغير كل شويه، اعمل ايه؟ الست بطبيعتها كائن جميل ورقيق، لازم تتغير مع كل وقت وكل ساعه. بس ده حقيقي لازم، والا مش هتلاقي حد يحبها. الوردة البلد اللي ريحتها جميلة مش بتفضل على ريحتها ولونها بس، بيجي عليها وقت وتدبل. بتعرفي تغيري شكلها أو لونها؟ لا. الست بقى هي وردة جميلة بس لازم تغير من شكلها عشان ما تدبلش، لأن لو دبلت لحق يبص بره. ليه ست غالية كده؟ ليه؟ حقيقة لازم نعيش أرض الواقع، مش هنتكلم بقى خيال ولا هنتكلم بقى إيه من القصص والكلام ده. أنا التليفونات اللي هتجيلي دلوقتي من الرجالة مش من الستات، الستات هتزعل. لا ما يزعلوش، الست كل ما تبقى لطيفة وتبقى جميلة هتعمر. أول تليفون هتعمر. ناصر.
راجل اللي جالنا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ ناصر. معاك الحاج ناصر رسم المسلمين قم منوفيه. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا حاج ناصر؟ الله يخليك. اتفضل. مش كل الرجاله نظرياتها وحشه. في رجاله بتمشي بمرض الله وتعامل ربنا وهي ماشيه. وفي رجاله احنا زي ما انت قلتي ويبقى عايز دي وعايز دي وعايز دي، يعني الطمع عمال قلبه. قوه الايمان عنده ضعيف. ما اجيب لك من الاخر. وبرضه في حريم نفس الموال، نفس السكه اللي بتقول عليها زي ما قالت لك الست غاليه كده. قال لك برضه في الحريم نفس الموال ده. وكله يرجع ويصب برضه عند الحريم، ازاي؟ اقول لسيادتك بقى ازاي؟ ان الست النهارده لو راجل بقى راجل ماشي عود والست اللي قدامه دغري عمره ما هيبص لها، عمره هيعمل معاها حاجه يعني يكلمها كلام خارج عن الحدود. وبرضه زي ما الست غاليه قالت لازم الواحده تبقى في بيتها عروسه في بيتها وتغير من شكلها كل يوم، مش كل شهر مره، كل يوم يجي لها حاجه كده يعني، لان الست هي عمود البيت. ماشي يا استاذ ناصر، متشكرين قوي، كتر خيرك يا حاج ناصر، متشكرين. طب انت رايك ايه في الستات اللي بيشكوا في جوزهم جوزاتهم طول الوقت؟ تلاقيها بتراقب موبايله وتراقب الاكونت بتاعه على الفيسبوك وفي بيفتشوا طبعا، تفتيش الجيوب ده احنا ده موضوع تاني، ده واخدين دكتوراه في الموضوع ده. مفيش ابدا ست في العالم زي الست المصريه في تفتيش الجيوب وشم الروايح وكله والشعرايه معروفه يعني. ايه رايك في الستات اللي من النوع ده؟ الست دي بتتعب نفسها قبل ما تتعب جوزها. لان انا قلت قبل كده ان الصبر بيولد المحبه، ولازم الست تفوت للراجل والراجل يفوت للست عشان العيشه تستمر. لان زي ما انت عارفه في حاله طلاق جنونيه اول ايام دي كتير جدا. ليه؟ لان ما فيش صبر. بس هي لو اكتشفت ان جوزها بيخونها، هقول لك على حاجه، او متجوز عليها، المفروض تعمل ايه؟ تطنش؟ لا، بس مش هقول لك الست تطنش، لان الست بطبيعتها هي عامله زي الفلفل والشطه كده ما بتسكتش. بس في ست ممكن تصبر في اتجاه تاني، ان هي معاها عيال وعاوزه اب يصرف وعاوزه اب يربي، فممكن تقول لك ها تصهين. وممكن مع الصبر هو يتعدل. اصل الراجل ممكن يغلط، مش معنى انه غلط هتقفي له على الواحده. لا، ده انا هقول لك مثل، نهيتك ما انتهيتك ايه، والطبع فيك غالب. ده لو طبعه لو كرر مره واتنين وتلاته ده من حقها، لكن لو نزوه وعدت لازم تسامحي عشان تقدري تكملي. انما لو من اول مره وقفتي له على الواحده وقلتي له ليه انت عملت وسويت وما ينفعش اعيش معاك، يبقى انت الخسرانه. ولازم الست قبل ما تعمل ده تفكر كويس قوي فين الخساره وفين المكسب، وتفكر اكتر هل النزوه دي لو اتكررت تاني وانت ست عندك ولاد وفاتحه بيت وعندك مسؤوليه هتعدليه ازاي؟ حاولي. طب طب ناخد الاول التليفون معانا الحاجه انيسه. الو. الو. مساء الخير يا حاجه. مساء النور، منورانا. الله يخليكي. اتفضلي. انا عايز اكلم الحاجه غاليه. اتفضلي مع حضرتك. ازيك يا ست الكل؟ ازيك انت؟ الحمد لله بخير. ايه وحشانه، انت مش باينه ليه؟ لا ان شاء الله راجع لكم قريب قوي قوي ان شاء الله. طب بقول لحضرتك ايه؟ اتفضلي اموري. يعني في ناس طيبين زي حضرتك كده كتير مش لاقي انا ابدا. في ايه؟ مش ما سمعتهاش. ايوه سامع حضرتك، اتفضلي. ايوه اتفضلي. بقول لحضرتك عايزين نشوفك على طول بقى. ان شاء الله بامر الله هنطلع لكم قريب قوي وهنعمل حاجه جديده وجميله. وان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله. نفس القناه؟ ان شاء الله هقول لكم، تابعوني بس على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك هتعرفوا كل اخباري ورايحه فين وهعمل ايه. ما عندكيش فكره انا فرحانه قد ايه بقى وانا بكلم حضرتك. انا اسعد ومبسوطه جدا جدا. متشكرين يا حاجه انيسه. ناخد ام مازن. الو. عليكم السلام يا ام مازن. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. واهلا بست غاليه. شكرا ليكي. ازيك يا ام مازن؟ كل سنه وانت طيبه. ازاي حضرتك يا ست غاليه؟ انا بحبك جدا. تسلمي لي وتعيشي وانا بحبك. وروحك جميله، ربنا يبارك لك يا رب ويوفقك. تسلمي. قولي لي يا ام مازن، انت ايه رايك في المثل بتاع يا مامنه للرجال يا مامنه للميه في الغربال؟ صحيح؟ بصراحه انا مع الست غاليه، لان فعلا مش كل الرجاله. ما
شفتي. مش كل الرجاله فعلا، مش اي راجل تامني له بمعنى الكلمه. في رجاله فعلا ما يتامنش ليها، وفي رجاله يتامن ليها وتحبيها وتعيشي معاها وتكملي حياتك وتضحي بكل حاجه لان انت مامنه له وبتحبيه. ماشي خلاص يا ام ماس. طيب انا شايفه ان الستات احنا حننا الظاهر ان حننا قلب الستات على الرجاله بعد حلقه امبارح. ايوه ما هو في مثل كمان يقول لك ايه، اللي جوزها يقول لها يا هانم يستنوها على السلالم. يعني اللي جوزها يعززها كل الناس تحبها وتحترمها. فتعزيز الست بيجي من الراجل. ومش ده ليه بقية المثل ده؟ ليه بقية بس صلبي شويه ما نحبوش. طيب المثل اللي بعده بيقول ايه بقى؟ الراجل ما يعيبوش الا جيبه. لا انا ضد ده. الموضوع مش فلوس، اللي يعيب الراجل اخلاقه مش جيبه. ممكن يكون جيبه فاضي بس اخلاقه عاليه. ابن ناس بيحترمك ويقدرك قدام الناس حتى لو جيبه ما فيهوش ربع جنيه. بس تعرف دلوقتي يقول لك ايه، لازم الراجل لما يجي يتجوز يكون كده ماله هدومه وايده وفرطه ويصرف كتير عشان يخاف يطلق، عشان لما هيدفع يعني اللي بيجي بالرخيص بيروح بالرخيص واللي بيجي بالغالي بيقعد بالغالي. لا هقول لك ليه، لان ناس كتير جدا معاهم فلوس واغنياء وما بيكملوش وبيطلق عادي وما بيهموش مهما دفع. الطلاق مش اللي يجي بالغالي بيروح بالغالي او بيخاف يطلق عشان هيدفع كتير. ادم مش عاوز والحياه مستحيله، لو هي هتسيب له شعر راسها هتقول له متشكره. مش موضوع مش غالي ورخيص واللي يجي غالي يروح رخيص. لا في الحاله دي تقدري تقولي المثل ده في ايه، لو حبك عند الراجل غالي وفرط فيه ده اللي تندمي عليه، لكن فلوس صرف كتير دفع كتير دي اخر حاجه تفكري فيها. الحب الغالي بس والعشره الغاليه هي اللي تزعلي عليها. تمام. طب في مثل تاني بقى انا بحبه قوي المثل ده، لان انا متاكده ان اللي عمل المثل ده كان صاحب مصلحه. قال لك الراجل من غير كرش ما يسويش قرش. طبعا ده كان راجل قاعد ساعه عصاري ممدد وكرشه قدامه كده، وقال لك احنا ايه نقول المثل ده عشان ما نخليش الستات ياخدوا بالهم من 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 شكوتنا من ان هم لو تخنوا 2 ولا 3 كيلو تبقى كارثه، ونعرفهم ان ايه ان كرش رجال الاعمال زي ما بيقولوا يعني. لا ده بقى مش كان قاعد ساعه عصاري، ده ما لقاش حاجه يعلق عليها دهيه ونسيبه كرشه غير ان هو يقول المثل ده. هي دهيه فعلا. فما لقاش حاجه يعملها غير ان هو يقول كده، اخترعه وقال كده. لكن ما فيش حاجه اسمها الراجل من غير كرش ما ينفعش ولا قرش ولا الكلام ده كله. لا احنا زي ما قلنا في الاول الراجل شخصيه، والراجل مش اسم راجل. ما هو بصي الذكوره دي في كل حاجه، في الحيوانات وفي كل حاجه وفي الرجاله وفي البني ادمين. الاسم مش الرجوله مش اسم، افعال. الرجوله افعال. ما احنا قلنا ما معكش قرش بس واقف جنبي راجل، ساند نفسه، ساتر بيته حتى لو بالقليل، ساين مراتك، ساين كرامتها. انا بحب تعبيراتك قوي يا ست غالي. ما هي دي الحقيقه. بس التعبيرات دي حلوه ما بنسعهاش خالص دلوقتي. لكن مش كل حاجه الفلوس، الفلوس عمرها ما عملت بني ادم. طبعا. عمرها. الفلوس دي بتروح وتيجي زي موج البحر. لكن البني ادم قاعد. لازم نبقى واخدين بالنا من كل حاجه، مش كل حاجه الفلوس، كله بيتقضى. عارفه لو معاكي راجل ابن حلال كده وبتحبيه ومقفول عليكوا كده 4 حيطان الناس مش شايفاكوا انتوا كلتوا ايه. لو كلتي اي حاجه بسيطه بس انت سعيده ومبسوطه. عيشي مع راجل بيهينك ومش مقدرك وبياكلك كل يوم يعمل لك سفر، والله ما ليها طعم، والعيشه معاها تبقى جحيم. بس هم نقطه ضعفهم بطنهم، بيحبوا الاكل زي عينيهم. مش كل الرجاله اكوله، انت ممكن تلاقي راجل بيعيش طول النهار على حاجه قد كده. بس دلوقتي تلاقيهم دايما بيركزوا لما يجوا يتجوزوا بالذات يقول لك ايه لازم تكون الست بتعرف تطبخ. مهم قوي. رجعنا تاني القصه دي على فكره، انه دايما تلاقيهم بيسالوا ها بتعرفي تطبخي بقى وتعملي يعني اكل واصناف وكده. مش شرط ان الجواز يتبني على ان الست تعرف تطبخ. ممكن تكون ما بتعرفش تطبخ وهو اللي يعلمها ويعيشوا احلى اوقات في المطبخ سوا ويفتكروها كده ويفضلوا يضحكوا عليها. يا سيدي شوفي بقى. ممكن تكون بنت حلال وتحب حماتها وتتعلم من حماتها. مش شرط ان انت توقفي مستقبل وجوازه عشان ما بتعرفش تطبخ. طب ده هيجي هيروح فين؟ يا ناس هتبطل اكل؟ لا
هيجي هيجي. طب احنا نزلنا سالنا الناس في الشارع عن موضوع الطبيخ ده بالذات لانه بقى بيعمل مشكله اليومين دول، تعالي نشوف رايهم ونرجع تاني. يلا بينا. بتعرف تطبخ؟ اه بعرف، اه بس مش كل حاجه. انا اه طبعا بعرف اطبخ. تطبخ حاجات على قد والدي هو اللي شيف. اه طبعا بعرف اطبخ. ايوه بس مش قوي. بعرف اطبخ كويس جدا. اتعلمت الطبخ ازاي؟ عن طريق والدتي الله يرحمه. بشتغل في كافيتيريا فعن طريقها اتعلمت ان انا بعض الحاجات عن طريق بعض نوعيه الاكل يعني. خالي كان طباخ وجدي كان طباخ. اتعلمته من صغري لان انا كنت مغترب كتير يعني. اتعلمت الطبخ من يعني كنا في السعوديه فتره كده. اللي عايز يتعلم الطبيخ خش على النت. والدتي علمتني. الواحد طبعا بيشوف امه بتعمل ايه ولما بتزني بيعمل زيها يعني. مامتي علمتني وبعد كده زوجتي بطبخ معاها كتير قوي في المطبخ وبعمل كل حاجه في المطبخ كل حاجه. كنت انا عايش في السعوديه. في اختيارك لزوجتك لازم تكون بتعرف تطبخ ولا الموضوع بالنسبه لك عادي لو ما بتعرفش تطبخ؟ لو ما بتعرفش تطبخ تتعلم مفيش اي مشكله. ما كانش ده شرط اساسي يعني في الموضوع ابدا. ما فيش واحده بتبدا او بتتجوز جديد بتبقى تعرف تطبخ يعني، فبيتعلموا فينا في الاول طبعا، والزوج اللي هو الناصح اللي هو بيبدا يتعامل معاها عشان هو يعلمها واحده في واحده. لا يهمني برضو انها تعرف تطبخ علشان بعد كده لما اتجوزها وربنا يكرمني باولاد تعرف تعمل لهم اكل كويس. فلازم تعرف تطبخ يعني، مش لازم تعرف تطبخ. اه اهم حاجه، اهم قبل اي حاجه تكون بتعرف تطبخ كويس. مش موضوع انها تطبخ او لا، انا خلاص ما انا بعرف اطبخ. تتعلم فيما بعد. لا لا مش دي من الشروط الاساسيه خالص من الست انها تبقى لازم تطبخ. طبخ يعني جزئيه من الجزئيات يعني، لو مش دلوقتي ممكن ده يجي بعدين، بس يا ريت تتعلم يعني مش هنضايقها. ما بعرفش اطبخ اتعلم يطبخ طالما ان هي بتحب وعايز اكل جوزها يعني. والله ما فيش واحده ما بتعرفش تطبخ، بس حسب النفس بقى، الموضوع نفس وطاقه يعني. عارفه لما يكون الانسان بيحب حد بيحب اي حاجه بيعملها، لو هو لو هي ايه يعني. ورجعنا تاني، واللي استوقفني الحقيقه في التقرير ان الرجاله بتعرف تطبخ. شفتي اول سؤال كانوا بيسالوه بتعرفوا تطبخوا؟ كلهم طلعوا بيعرفوا يطبخوا. اه طبعا بيمشوا امورهم طبعا يعني. مع كتر الحزن علم البكا. كتر الحزن علم البكا. قدري دلوقتي مراته عيانه عند مامتها، حصل ظروف مش هياكل مش هيشرب، هيخش يعك يطلع مره حلو مره وحش، هيتعلم. اه صح، ويتعلم فينا بقى زي بعض ما ياما احنا اتعلمنا في الرجاله. بس بيقولوا طب ده احسن شيفات عامه في العالم كلها رجاله، رايك ايه طبيخ الراجل؟ حلو طبيخ الراجل؟ اه طبعا طبعا. يجي منه يعني؟ اه طبعا. الراجل بصي سواء طبخ سواء ما طبخش يجي منه كل حاجه حلوه. ست غاليه انت على فكره يعني بتقولي كلام كويس قوي في حق الرجاله، وانا كده متضايقه مناصبه جدا للرجاله على فكره. ست غاليه لا 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 انا ما احبش كده. احنا عاوزين الناس تعمر، وعاوزين البنات اللي لسه طالعه جديد وبعدين الظاهره الغريبه اللي فيها طلاق كتير دي تقل. لازم يبقى فيه صبر. على كلام بقى ظاهره الطلاق، ظل راجل ولا ظل حيطه؟ لا لا لا، في راجل خايب لا يضلل ولا يعشش ولا اي حاجه. اللي تو احسن تعلقيه في البلكونه كده زي حزمه البصل. ممكن الست هي اللي تبقى تدل وتعمل كل حاجة، ده يبقى عبء عليها. الراجل امتى يبقى دل؟ لما يبقى قد المسؤولية، مال وهدوم. اه يبقى دل، لكن دل راجل ولا دل حيطة وتبقى عايشة مع راجل خايب يعني سلبي بياخد منك كل حاجة وما بيديكيش حاجة، لا امسكيه كده زي شرش البصل علقيه في البلكونة وسيبيه. ملوش اي لازمه. طب تفتكري ان ده يمكن ستات كتير دلوقتي بتقول المثل ده بالاستهزاء، وبقى الطلاق عندهم سهل جدا، بتستغنى بسرعه جدا عن الراجل ليه؟ علشان الست دايما بتستغنى عن الراجل لما ما تشوفش فيه اللي هي عاوزاه، ولما هو ما يحاولش ان هو يعمل لها اللي هي عاوزاه بس في حدود. لازم تطلبي من جوزك في حدود، ما تطلعيش بعيد عن حدودك او اللي هو يقدر يعمله لك وتقولي ده راجل خايب. لازم تشوفي حدوده ايه وتطلبي منه على قد حدوده عشان تقدري تعيشي، والا هتتطلقي وتتجوزي تاني وجواكي نفس المبدا، وتفضلي بقى من بيع لبيع ومن شاري لشاري زي ما بيقولوا في المثل. فما ينفعش. طب المثل اللي بيقول الراجل في البيت رحمه ولو كان فحمه،
الستات ما بتحبش قعده الرجاله في البيت على فكره. ما في مثل تاني ضده يقول لك ايه، جنازه بطار ولا قعده الراجل في الدار. انا عايزه المثل ده، حلو ده. بيقعدوا يتدخلوا بقى في اللي مالهمش فيه والمشاكل تزيد. المشاكل صحيح. تزيد قعده الراجل في البيت بتخلي المشاكل تزيد. الراجل لطيف امتى؟ لما ينظم وقته، الصبح مثلا في شغله او بعد الظهر في شغله، محدد وقت البيت وعياله والدلع مراته، راجل زي الفل. يلتزم بحدوده بالظبط. قاعد في البيت ينقر فيكي؟ لا. المناقره دي وحشه. يعني المناقره تجيب مشاكل، تجيب مشاكل وتجيب الفقر. ده معروف. طب وكده النساء اللي بيغلب كده الرجال؟ كده النساء دي خطه وخريطه مدروسه. الست لما تحب تعمل حاجه بتعملها، وعلى قد ما بتحب على قد ما بتكره. وما تقعد تخطط لحاجه بتكسبها، ولو الراجل نار بتخليه تلج بارد لو هي عاوزه. عشان كده دايما يقولك ان الست هي عمود البيت مش الراجل. بس الستات يعني لو حطت راجل في دماغها تعرف فعلا تضايقه وتنرفزه وتكيده، وتعرف برضه في نفس الوقت تكسبه وتجيبه. ده حقيقه. الست لو حطت راجل في دماغها تلبسه هدومه بالمقلوب. ازاي؟ تجننه. ولو حبيته تخليه يشوفها ملاك. اوعي تستهوني بدماغ الست او بعقلها. الست حتى لو كانت بسيطه وجاهله فهي مخها ذري. من ناحيه الرجاله بالذات. بالفطره. يعني اتولد كده. بالظبط. ده قالوا مركب الضراير صارت ومركب السلايب غارت. يعني ممكن يكونوا ضراير ويتصاحبوا مع بعض ويبقوا زي الفل ويمسكوا الراجل ده يقلوزوه يشطفوه يما يتفقوا عليه. طب انتي رايك لو راجل اتجوز على مراته، الست احسن حاجه تعملها ايه؟ زي ما يبصي الستات فئات. في ست تقبل عشان عندها التزامات، او بتحب الراجل لشخصه وقابله ده عشان هي بتحبه، دي أول واحدة. وست تقبل عشان زي ما قلت عندها التزامات وأطفال وبيت مفتوح. وفي ست تاخدها على كرامتها وما تقبلش ده أبدا حتى لو هتشحت. زي الفريق ما تحب الشريك. بالظبط. فمش كل الستات اللي تقبل، بس الأغلبية بيقبلوا. بيقبلوا. وياما بيكون معاها أولاد بتقولك إيه، هيلف يلف ويرجع لي، أو مثلا هيقعد معاها شوية ويرجع لبيته وعياله. بتبقى بتحط لنفسها اسباب ان هي تتحمل او تعدي بالمرحله دي لبره امان، بتبقى عشمانه. وفي ست تقول لك استحاله، ادام عمل كده مش ممكن، ما عيش معاه ابدا. طب رايك ايه في اللي بيقولوا قصقصي ريشه قبل ما ايه يلوف على غيره؟ الراجل لو مش بقصقصه الريش، الراجل لو حط في دماغه ان يلوف على واحده، والله لو عملتي له ولبستي له السبع ستاير فوق بعض هيلوف. هيلوف يعني قصقصي ريش طيرك دي لا يلوف على غيرك مش هينفع؟ لا. ليه بس؟ انا لما اقعد ستات كتير قوي بتعمل الحركه دي على فكره، تقعد بقى ايه تلخمه بطلبات طلبات طلبات طلبات، فيبقى متول كده طول النهار، سواء طلبات ماديه او خلفه تخلف كتير عشان يبقى طول الوقت. ده بالعكس، ده انت كل ما تعملي كده يبص للي هتريحه يقول لك ده انت قرفاني ومجنناني وطلباتك كتير وكل ما اخش البيت ما مرتاحش فيه. لا يلا دور بقى على واحده تانية لا تطلب ولا تعمل، ويسيبك انت تخبطي دماغك في الحيط. هم بيعرفوا ساعتها بقى يطلعوا ويجيبوا فلوس ويعيشوا. بالظبط. الراجل وهقولها تاني واقولها لكل البنات ولكل الستات، الراجل بيحب الست اللي تريحه في كل حاجه. ريحي جوزك تكسبيه، تعيشي وتعمري وتطمري وتشوفي ولادك احسن حاجه. لكن تقصقصي وتنكدي وتاخدي كل اللي حيلته هيدور على غيرك، هيهرب. طب جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. ده صح. يعني الست تعرف تعود الراجل اللي معاها على حاجه، مش هو في ممكن يسجدها ويعمل اللي هو عايزه في الاخر؟ ده بيبقى راجل ذكي. ليه؟ بيسايس مراته ويفهمها ان اللي انت عاوزاه انا عملته، وفي نفس الوقت بيعمل اللي هو عاوزه. ده ذكاء. وده راجل احترمه قوي انه يمشي اموره ومش عاوز يخرب بيته. بيبقى راجل ذكي. فالموضوع يعني ايه، لازم يمشي زي ما انت. بس هي الرجاله لازم تحط لها سيستم تمشي عليه. بالظبط. تريح. ولازم تفهميه زي ما هو يفهمك.
لازم تفهموا بعض وإلا الحياة تبقى مستحيلة. لو ما فهمتوش بعض مش هتعرفوا تعيشوا ولا هتقدري تتحمليه. ولو بصي زي المثل اللي يقولك إيه، حبيبك يبلع لك الزلط. لو ما فهمتهوش وهو فهمك عمركم ما هتقدروا تكملوا. طب آخر حاجة بقى، بيقولوا على دلوقتي الستات المصرية إن كلها نكدية، رأيك إيه في الموضوع ده؟ دي بقى تهمة لابسانة 24 ساعة غصب عنه. إحنا في ظروف اقتصادية صعبة والحاجات يعني والعيشة غالية، فالست لو كانت نكدية مع الراجل لازم الراجل يعذرها، لأن هي برضو عاوزة تعيش عيشة كويسة، عندها أولاد عاوزين مصاريف والراجل مش مكفي ده، فغصب عنها بتبقى متضايقة. انت مش قادر تجيب لها فستان، مش قادر تخرجها، مش قادر تسهرها، ففي ستات بتبقى متضايقه من طبيعتها ما بتخرجش من البيت عشان ما فيش. فبرضو الست مش نكديه بطبعها، الست بيبقى غصب عنها. طب انت عماله تدي نصايح تقولي للستات اعملوا عشان اجوازاتكم، اعملوا عشان اجوازاتكم، اعملوا عشان اجوازاتكم، وتدي كده نصيحه تختمينا كده الفقره دي بنصيحه للرجاله اعملوا علشان مراتاتكم، يعملوا ايه؟ ده لازم يعمل. لان الزوجه الصالحه كويسه نعمه من نعم ربنا، ولو الراجل خسرها يعيش طول عمره تعبان مهما يتجوز عليها ومهما يلف. ده لازم يعمل ويراعي فيها ربنا، واللي ربنا يديله ست كويسه محافظة على بيته وعلى سمعته وعلى عياله وعلى عيشته وعلى راحته وعلى راحته، ده يشيلها فوق راسه وما يتبطرش، لأن البطران بيلاقي أطران. ميرسي جدا 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 لوجودك معانا النهارده يا ست غالية. شكرا ليك، وحديثك ممتع وجميل وما بيتشبعش منه. ربنا يخليكي، أنا اللي بشكركم قوي وبشكر كل جمهورنا الجميل، وإن شاء الله بأمر الله كده تبقوا من الأحسن للأحسن، وان شاء الله يا رب كده دايما اشوفكم بصحه وسعاده. الله يخليكي. شكرا ليكي. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم.